وتحياتنا لكم من جديد مشاهدينا. طبعا تابعنا اليوم يمكن باخبار الصحف حتى بالاهواء الجويه ارتفاع غير عادي على درجات الحراره. نشوف انه الملموسه في بغداد اليوم ممكن تصل الى 58 درجه مئويه وحتى في باقي المحافظات. يعني مزبوط معاكي حق وهج، للاسف يعني كله عم بيجي مع موضوع انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وقد ايه الناس بحاجه هلا يعني للمكيفات، للمراوح، لابسط شيء ممكن طبعاً يعطيهم مصدر للهواء. يعني حتى لو الثلاجه يعني بفتحها وبقعد جواتها انا بهذا الشوب، يعني عرفتي، فانه والله حتى الثلاجه ما تبرد بهذا الشوب. هاي المشكله انه كله هذا مقطوع. فللاسف للاسف مع هذا الوضع احنا عم نشوف انه كل حدا يعني عم بحاول يلاقي طرق يلجا لها مختلفه لحتى يرفه عن حاله بنفس الوقت انه يبرد عن قلبه. يعني صح، يمكن احنا نشوف غالبا ما الناس دا يكونون يتجهون لموضوع السباحه سواء بالانهار، بالانهار الصغيره اللي تكون الصناعيه، يعني بالمسابح يدوب حتى يقدرون انه شويه ها يبردون. يمكن انت عمرك شفتي مبرده بنتا؟ مبرده؟ اي هاي اختراع عراقي بحت هذا. استني اشرحي لي. طيب يلا شوفي، خلينا نعرف. هو شفتي الكونديشن؟ نفس الكونديشن بس هو مو نفس المبدا. يعني كيف ايش هو ايش بيعمل؟ مبرده هي فتشي برد. يعني مبدا عمله اعتقد هو نفس مبدا عمل الاي سي والكونديشن. على الكهرباء نفس الشيء؟ اكيد على الكهرباء على ما ادري والله. ترى في دنا على الكهرباء ولا لا؟ بس هي على الكهرباء بس فيها مي صح؟ هي شمسي؟ اي فتشي تطلع هواء بارد ومي. لا بس اكيد كل اللي يتابعونا طبعا هسه يعرفون ان المبرده، لانه هاي رح يقول لك ما تعرفين المبرده؟ والله اعرفها يا جماعه بس ما اعرف مبدا عملها شنو. بس هي تعتمد بمبدا عملها على ما اظن، وان شاء الله انه يطلع صح، انه هي المي البارد من المي البارد تبرد. بس هي همينه يعني شيء خطير ترى. طب بس برضه هاي يعني هلا في انعدام لها، خلينا نحكي وقت هي لا حسه الناس يمكن يعتمدون عليها اكثر حاليا لانه هي اعتقد بالكلفه اقل، صح سوره ولا مو صح؟ المفروض اظن بالكلفه اقل، الفولتيه اقل، باعي مثل ما قالت سوره بالنسبه للكهرباء هي تشتغل بفولتيه اقل، فلذلك نشوف الناس يتجهون لها. هسه مثلا احنا من جنة صغار والدنيا حاره شنو جنة نسوي؟ جنة نطلع بالقراج نرش القراج مي ونصير نلعب بالقراج. يا الله هي احلى طريقه اظن، بس اظن الواحد كبير ما بقدر انه يعمل هذا الشيء. والله كبير صغير انت ما شايفه الحر. لو اكو فقره ثانيه نسويها بالعراق، يعني من شان الكهرباء تنقطع انا عايشتها بصراحه، لما تنقطع الكهرباء ومثلا نكون مخلصين بنزين مال المولده اللي تكون عندنا بالبيت او نفط، والله ما اذكر شلون تشتغل، شنو نسوي؟ نصعد على السطح بالليل نرش الفراش مي وننام على الفراش. ننام على الفراش ومي. بس شوفي لما تصير الساعه 7 والمي الصبح لما تصير تغلي المي اللي على الفراش لما المي تبخر تبلش. لا انت اذا بقيتي برا يمكن تصير عندك حروق درجه ثالثه. لا ما هو هاي المشكله. انا هلا هون في نقطه بدي احكي فيها قبل ما يجهز معنا حسين، انه كمان في عندنا احنا مشكله يمكن نوهنا عنها اكثر من مره، انه المسابح للسيدات غير متوفره بشكل كثير كبير. والايام قليله اللي ممكن تعطي المجال للسيدات والنساء انهم يروحوا مثلا يرفعوا عن نفسهم كمان ويبردوا كمان عن قلبهم. يعني انه الفكره انه عن جد يعني هذا الشيء، طالما انه احنا عندنا يعني شوي تحفظات، احنا ما بنقدر انه السيدات تنزل تسبح بالنهر او تنزل تسبح مع بركه مختلطه فيها رجال، فانه لو هذا الموضوع نسلط الضوء عليه اليوم ونخليه انه اكثر في وعي فيه لكل المسابح او لكل الاماكن اللي هم بيقدروا انهم يساعدوا بهذا الموضوع، انهم يفتحوا ايام اكثر للسيدات لحتى يقدروا كمان هم يعني يستمتعوا. يعني مش معقول الرجال ماخذين راحتهم واحنا قاعدين بالبيت. اعتقد اي اماكن كلش قليله بصراحه اللي عندها مسابح مخصصه للنساء فقط. بس الفكره معناتها اليوم انه يمكن حتى موضوع المسبح، يعني حتى السباحه بهيج جو هم تكون خطره، لانه ممكن الواحد يتعرض لضربه شمس، ممكن يتعرض لكثير من الامور. فراح ننتقل لزميلنا حسين الخزع اللي راح نشوف اليوم تفاصيل. رايك حسين عم بسبح ولا لا؟ والله يمكن حسين ده يسبح. يسعد صباحك حسين. عم بضحك. صباحك يا وهج، صباحك يا بنتة، صباح الخير عليكم وعلى جميع مشاهدي برنامج صباح دجلة. يعني أنا ممكن تكون هوايتي من الزغر أنه هو السباحة بالأنهر. ممكن يكون أكثر يعني مساحة، تكون مساحة بي واسعة للتعلم بالسباحة، فأني أمارس هوايتي شخصياً بالنهر طبعا مع
وجود اجراءات السلامه اكيد يعني وجود لازم دائما بقربي. نعم. حاليا نتواجد احنا بوسط يعني احد المسابح الترفيهيه داخل مدينه السماوه. يعني بعد وصول درجات الحراره الى نصف الغليان بمناطق جنوب العراق، ربما ان المتنفس الوحيد للاطفال وللشباب هو اللجوء الى المسابح. اليوم نعم. من خلال هذا البث المباشر انه نحاول نبعث رساله توعوية على ضرورة أنه اللجوء إلى المسابح عفوا دون اللجوء إلى الأنهر، بسبب يعني تكرار وازدياد حالات يعني الانتحار. نعم. داخل صفوف الشباب والأطفال. يعني ربما أن وجود الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال وهم يمارسون أنه يعني هذه الهواية، هواية السباحة، هي ممكن يكون أفضل مكان لهم أنه للهروب من درجات الحرارة. صباح الخير، ليش جاي هنا المسبح؟ تعال 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 تعال، ليش جاي؟ ليش ضحك؟ تعال خلينا نحكي وياك. شو وقت جيت هنا؟ يلا التسعة. التسعة؟ ولحد الآن تسبح؟ احنا قبل نص ساعة طلعوكم، قالوا لكم خلص الوقت. من رجعكم؟ طبعا قبل نص ساعة انتهى وقتهم هم. فبما انه فترة صباحية وقليل انه وجود انه عدد الأطفال، يعني استرخصنا من أبو المسبح وقلنا لهم نعطيهم وقت زايد. يلا. ايش قد بعد وقت؟ اقول لك انت بيسا جيت هنا؟ اجيت بالتسعة. تعرف تسبح؟ ايه. ليش لابس النجادة؟ لازم تلبس هاي النجادة انت؟ ايه. لا شلون لا؟ لا تعال تعال لا تنزعها تعال. متعلم يقول لا. طبعا خلينا نحكي ويا صاحب هذا المسبح او المشرفين على هذه المسابح. اكيد يعني مثل ما جاي تلاحظون اكو مجموعة من الشباب خلفي اللي دائما انه يراقبون عملية انه وجود انه خصوصا انه الاطفال، اكو مشرفين اكيد لازم يكونون على هؤلاء الاطفال. نعم. حتى نعم. نتكلم اكثر عن المسابح بمدينه السماوه. اليوم كاصحاب اماكن ترفيهيه بهذه المدينه، بالساعات تبدون انه تفتحون هذه الاماكن، وهل هنالك اجراءات سلامه فيما يخص انه وجود الاطفال داخل هذه المسابح؟ اكيد اكو اجراءات سلامه واكو اجراءات وقايه. زين. متوفر كادر كامل يعني للسباحه، مختصين بالسباحه وتدريب الاطفال. اي. عملنا يبدا الساعه بالتسعة الصبح لغايه 12 مساء. زين. متوفرين عدد يعني كافي من المراقبين، بس خصوصا يعني يتوفرون وقت الليل ووقت العصر، يعني وقت الصبح لود قليل يكون علينا. فيتواجدون عدد 2 أو 3، بس الإقبال أكثر شيء يكون الشباب في أوقات الليل بالـ10 بـ11، فيتوفر عدد 10 من المراقبين مدربين على إجراءات السلامة وإجراءات الحالات الطارئة اللي تصير للموجودين للسباحين. يعني تحت مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، موضوع أنه الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ممكن أنه جعل من المسابح والأماكن الترفيهية أكثر فائدة، صحيح؟ صحيح بالتأكيد، يعني خصوصا خلال هاي الفترة، يعني خلال هاي الفترة هاي الأسبوع ارتفاع يعني درجات الحرارة وانقطاع مستمر بالتيار الكهربائي، فصار إقبال يعني كبير من الشباب على المسابح. حاليا لو نشوف الأطفال فقط هنا موجودين، ممكن هنا ما يقدرون يسبحون، شنو السبب؟ احنا مسابحنا يعني تكون من 3 أحواض. زين. أحواض يعني حوض الأطفال، وهذا حوض الأعمار المتوسطة، والحوض هنا للأعمار الكبار. فدائما احنا نوزعهم يعني حسب أعمارهم، نوزعهم بوجود المراقبين انه خلوهم بالكلمة بالحوض المخصص لعمره. يعني عملية انه توزيع وانتشار المشرفين على السباحة، وهنالك ايضا مدربين للأطفال. طبعا عندنا مدرب يقوم عملية تدريب الأطفال، دورات خاصة للسباحة، اوقاتها تكون العصر يعني وقت 5 العصر. زين. اليوم المدربين والمشرفين يعني هل دخلوا انهم دورات تدريبيه قبل انهم يعملون بهذه الاماكن؟ يحتاج انه يخوضون اكثر من عمليه تدريب حتى انه شغلوهم اليوم؟ اي اكيد، يعني الشخص اللي يجيك يقدم للعمل يقضى على اختبار، تشوف امكانياته بالسباحه، امكانياته تواجده يعني بالمسبح. اذا تشوفه مؤهل انه يتواجد بالمسبح تشغله، اذا ما تشوفه مؤهل ما نقدر نخليه، لان المكان حساس وبمسؤوليه وباطفال، يعني لازم يكون الشخص مؤهل انه يتواجد بهذا المكان. زين. وجود انه الالعاب اللي موجوده هنا ايضا؟ العاب مائيه، عندنا 4 العاب مائيه. زين. هنا خ...
خاصة بالأطفال وهنا خاصة بالكبار بالأعمار الأكبر يعني. زين، ما مسموح أيضا للأطفال إنهم؟ أكيد أكيد أكيد، خصوصا هاي اللعبة البيضة هاي يعني سريعة، فما نخلي الأطفال يحصلون بها. زين، شكرا جزيلا. حبيبي شكرا، حياك الله. طبعا وهج أيضا وظنت إنه وجود إنه المسابح داخل مدينة السماوة، وجود إنه الأطفال، إنه لاحظ إنه الأكثر يعني الآباء يجلبون إنه الأطفال التعلم السباحة بالتأكيد، يعني الكثير من يعني الآباء يرومون إنه تعليم أطفالهم وأولادهم السباحة ممكن هي تكون سلاح لهم بالمستقبل، وربما أن يعني ارتفاع درجات الحرارة داخل مناطق الوسط والجنوب هي من جعلت يعني بعض الشباب وبعض الآباء باللجوء إلى هذه الأماكن. مثل ما جاي تلاحظون أيضا يعني حتى عملية أنه وجود الصافرات التحذيرية للأطفال، أنه أكو أماكن يعني هذا ممكن أنه ما يسمح أنه وجود بالأطفال أكثر من 10 سنوات، بالتالي أكو يعني المسابح الأخرى اللي هي تسمح للأطفال. تعال تعال. نعم. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زين. زين؟ متونس أنت الآن؟ إيه. بأي ساعة جيت؟ ساعة بيس. بأي ساعة جيت؟ بالتسعة. بالتسعة. بأي مسبح جاي تسبح؟ أنت لازم اليوم تلبس النجادة حتى ممكن تحافظ على نفسك من الغراب؟ تعال أنت تخبرت. شو اسمك أنت؟ حسن صيف. وين سنونك؟ إن شاء الله. حسوني خبرتني صار لك ساعة. تعال خلني أقول أنا وياك هنا. تعال شلونك؟ زين. زين؟ إيه. تعرف تسبح أنت؟ إيه. منو علمك؟ أخوي. أخوك؟ إيه. كم مرة جيت المسبح؟ مرتين. مرتين؟ إيه. بيا مسبح تسبح بهذا أو هذا؟ هذا. هذا ليش ما تسبح بي؟ يغرق. يغرق؟ غرق. يغرق. إذا غرقنا نموت. إيه. مو؟ إيه. زين انت اسم تونس؟ ايه. انت شارد من الشمس ومن الحراره جاي للمسبح مو؟ ايه. بيتكم بيه كهرباء؟ ايه. ها؟ هو شكله ما بيعرف غير ايه. ايه. لا ما بي. يلا روح اسمع روح. بسم الله. اسرع لنا. طبعا اجمل متعه انه ممكن خبلاك اليوم حسين اسم الموت. لاحظوا الان هو متعه الشباب ومتعه انه الاطفال. والله العظيم هم هسه لازم يدعوا لي. والله حسين انا حاسه في واحد منهم رح يجي من إدارة المسبح وقلت له ترجعهم الي. والله عاشت ايدك يا حسين، ان شاء الله انه بعد لقائنا ما يدفعوك. انا ممكن بعد هذا البث المباشر انا مش اقدر راح يدفعوك بواحد من المسابح متاكده. طبعا المصور الموسوي متشوق الان انه تحياتنا اكيد يكمل هذا البث المباشر حتى يمارس انه هوايه السباحه. حلو. ويحاول ياشر لي حتى يستعجل. طب يلا احنا ما رح نتاخر عليكم معناته كثير حسين، وشكرا لك على هذا اللايف، واكيد يعني ان شاء الله بتامل هيك الكل عن جد يكونوا مبسوطين. طبعا حتى عمليه تنظيف المسابح مثل ما جاي تلاحظون. نعم. انه المسابح اجراءات انه صحيه ايضا. حلو. خصوصا انه التعامل بالكلور اللي موجود، تنظيف المسابح بصوره مستمره، هو من يجعل انه هذه المسابح اكثر يعني سلامه واكثر انه يعني ممارسة صحية من قبل صحيح. أصحاب هذه الأماكن الترفيهية، وبالتالي هي دعوة من خلال برنامج يعني صباح دجلة على ضرورة أنه التواجد داخل المدن المائية والإكوا باري اللي موجودة داخل المحافظات من أجل يعني عدم الوصول إلى الأنهر، وبالتالي أنه حدوث عمليات غرق داخل يعني صحيح. الأنهر التي يعني راح ضحيتها الكثير من الأطفال والشباب بالمحافظة. نعم حسين، يمكن فعلا جهودك مشكورة اليوم، وشكرا لك ولضيفك الكريم لأنه وضحت لنا صورة رائعة جدا، وشفنا أنا اللي فتني صراحة موضوع النظافة من قبل ما نتحدث به، فإن شاء الله نعم. أنه أهالينا كلهم يعرفون يختارون الأماكن الصح اللي يرسلون لها أولادهم وأطفالهم، بالذات أنه موضوع السباحة موضوع خطر ويحتاج إلى مراقبة ومتابعة من قبل مختصين. فشكرا لك يا حسين ونهارك سعيد إن شاء الله بالمسبح. شكرا.